دي شغلتي، وانا شغال في التمثيل كنت برضه شغال في الورشة، بمعنى ان انا ببقى متواجد في القاهرة وبرضه اتصالاتي مع الورشة ونفسي شغالة في الورشة. تعالوا نتكلم على موضوع الشهرة. انا لو بدور على ده كنت طلبت ده من 15 سنة من بداية مسلسل بره الدنيا مع استاذ شريف منير لحد مؤخرا لاخر مسلسل انا عملته. انا ليا مسلسلات باسمي الحمد لله ومعروف عند الناس ومش محتاج الحته دي. يعني أثرت أزمة انتشار فيروس كورونا على عدد من نجوم الوسط الفنية، سواء ممن قرروا تأجيل تصوير أعمالهم خوفا من الفيروس أو ممن أعلنوا عن عدم تلقيهم لعروض فنية مؤخرا وعبروا عن معاناتهم مع قلة العمل منذ فترة طويلة أو عملهم بمجالات أخرى حتى يتخطوا تلك الأزمة. كان أحدث هؤلاء النجوم هو الفنان المصري حسين أبو حجاج الذي اشتهر بأداء شخصية أشرف في مسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي، حيث انتشرت له عدة صور يوم أمس وهو يعمل داخل ورشة إصلاح إطارات السيارات التي يمتلكها منذ عدة سنوات بمحافظة المنيا. ولفت في تصريحاته المتداولة أن قلة العروض الفنية مؤخرا تزامنا مع انتشار فيروس كورونا دفعته للعودة مرة أخرى لمهنته القديمة. وتم تداول صور حسين أبو حجاج على نطاق واسع من قبل المتابعين الذين أيدوا فكرة عودته لممارسة مهنة مختلفة عن التمثيل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى. الورشة بتاعتي ديت من 86، أنا دخلت التمثيل في 99، يعني قبل التمثيل ب 15 سنة، فدي شغلتي، وأنا شغال في التمثيل كنت برضه شغال في الورشة. بمعنى ان انا ببقى متواجد في القاهره وبرده اتصالاتي مع الورشه ونفسي شغاله في الورشه. برجع من القاهره في الايام اللي ما عنديش شويه تمثيل قبل ما اروح بيتنا برجع على الورشه. فالورشه دي هي رقم واحد بالنسبه لي. التمثيل رقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم 10. يعني بالنسبه لي جه تمثيل جه ما جاش لكن ده الاصل. هل الوضع اتغير من بعد كورونا سواء في شغل الورشه؟ كورونا بالنسبه للتمثيل ما فيش. احنا اشتغلنا في مسلسل في رمضان اللي فات دوت فيديو جمجوم بتاع الاستاذ محمد عبد الرحمن ومحمد سلام ومسلسل وقف بسبب الكورونا. فانا كنت شغال في فيلم مع سعد ربيع ما نزلش وعملت اعلان لسه برضه ما نزلش. ده كل الاعمال الاخيره. تعتز اكتر بالورشه ولا بشغلك العمل؟ لا بعتز بالورشه اهم حاجه الورشه. الفنان محمد شاهين أحد نجوم برنامج المواهب الغنائية ستار أكاديمي عبر أيضا عن معاناته من أزمة البطالة وقلة العمل، ونشر تدوينة قبل أيام تمنى خلالها عودة الحياة لطبيعتها حتى يتسنى له وجود فرص عمل. وكتب شاهين عبر حسابه على الفيسبوك وقال: قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة، بفضفض معاكم مش أكتر. أنا يا جماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد، ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني ازاي وتستغربوا، من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا، وبشكر ربنا في كل وقت. يا رب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش، والشغل مش عيب والله. بصوا ادعوا لي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع. ومن قبل هؤلاء عبر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استيائه من قلة العمل والعروض الدرامية في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تدوينة كتبها في شهر رمضان الماضي لكنه حذفها سريعا، وأكد أنه لم يشارك منذ عامين في أي عمل درامي رغم قوة علاقته بالمنتجين، متسائلا عن سبب تجاهل المنتجين له رغم إشادتهم به قبل ذلك، خاصة وأنه لم يحدث بينه وبين زملائه أي أزمات من أي نوع منذ دخوله المجال الفني بحسب قوله. كما تساءل أيضا عن سبب عدم الاستعانة به، وهل أثرت خلافاته الخاصة مع شقيقته ياسمين على عمله بالفن أم لا؟ أنا من امبارح للنهاردة اتعرض عليا برامج في كل الوطن العربي بفلوس لا تتخيلوها، ما كنتش أحلم بيها ورفضت. ومؤخرا الأستاذ وائل الإبراشي كان عايزني أطلع في مداخلة وأنا رفضتها، ويعني احتراما للموقف يعني. فلو أنا بدور على شهرة كنت استغليت الموضوع ده لصالحي أو فلوس.
تعالوا نتكلم على موضوع الشهرة. انا لو بدور على ده كنت طلبت ده من 15 سنة من بداية مسلسل بره الدنيا مع استاذ شريف منير لحد مؤخرا لاخر مسلسل انا عملته. انا ليا مسلسلات باسمي الحمد لله ومعروف عند الناس ومش محتاج الحتة دي يعني. فكنت استغليت اسم اختي او استغليت شهرتها او استغليت معرفها من زمان عشان اطلع. انا على العكس شغال لوحدي من زمان وكل الميديا تعلم هذا. انا اتكلمت على المشاكل اللي ياسمين وقفتني فيها. انا ياسمين موقفاني في مشاكل وفي وش المدفع من الصغر من وانا عيل صغير. تخيل انا 15 سنة وبقف مع اختي في مشاكل ضد ناس كبيرة في الدولة وكنت لوحدي ومفيش حد في ظهري ومع ذلك قلت لها انا معاكي للاخر. وجرى اللي جرى وعدى اللي عدى والحمد لله سنين كتير عدت بمشاكل وما ظنش ان انا بعتها في ولا حاجة. الان وصلنا لمشكلة طلاق ياسمين. يوم ياسمين جت في موضوع الطلاق انا وقفت معاها بكل ما املك وده معروف ومتواجد على الصحافة كلها وباين ان انا كان رأيي ورأيي معاها جدا وان اعملي اللي انت عايزاه يا حبيبتي وفي ظهرك وطالما ده لمصلحتك انا معاكي. وابتدت حرب على السوشيال ميديا ما بين الطرفين ببوستات بتنزل. حتى انا كنت رافض ده جدا من ياسمين وقلت لها ده مش منهجك ولا اسلوبك في انك تردي الردود دي على السوشيال وليكي طريقه انك بتردي دايما بشغلك ومش مهتمه بده. وعلى الرغم من ده انا وافقتها واخدت البوستات بتاعتها وابتديت انزلها عندي واشيرها وبرده اتاخدت في الصحافه ونزلت على السوشيال ميديا في كل حته وتقدروا تخشوا تشوفوا صحه كلامي. الى ان جت فقره عيد ميلاد ياسمين. الكلام ده من 3 شهور احنا زي الفل مفيش اي حاجه. جت يوم عيد ميلادها نزل صور ما بينها وما بين شخص. صور ضايقتني وانا حسيت منها ان دي مش ياسمين. فكلمتها ياسمين احنا من امتى بنعمل اعياد ميلاد بده بالشكل ده وبننزل على السوشيال ميديا ده مش طريقتك وانا مستغرب. لقيتها بتقول لي ما حدش ليه دعوه انا حره ومش صغيره وفعلا هي حره وفعلا هي مش صغيره وفعلا هي حره في حياتها بس يعني انا كنت خايف على شكلها. المهم حاولت اتكلم معاها مره واتنين رفضت كلامي جدا. اخوها عمل نفس الموضوع اترفض رفضا باتا واتقال له نفس الكلام. اتعمل لي بلوكات معاها وحصل قفش كده مش لطيف لحد ما وصلنا ليومين ثلاثة لبوستات ما بينها وما بين الأستاذ على كل السوشيال ميديا. إن معنى البوستات ومعنى الكومنتس الموجودة إن في علاقة ما بين الاثنين وبينا ومحدش يقدر ينكرها لأن الكلام ما بين الاثنين واضح وصريح ويعني أو كنت الأكاونتات بتاعتهم مش بتاعت حد غريب. فابتديت هنا عايز افهم ايه اللي بيحصل ومن حقي وانا بتكلم في الاصول. يا جماعه هل انتوا يعني انتوا شايفين ايه؟ يعني بتكلم في الاصول ولا ده غلط ولا ده ايه؟ فنزلت بوست اتهاجمت فيه والناس ابتدت تقول ان لا مش صح وان انا ما ينفعش اتكلم في ده و يعني تعديت خصوصية اللي تعديتها يا جماعة ده هم الناس منزلة بوستاتهم في كل حتة على السوشيال ميديا. طب انا لما اسأل يبقى انا غلطان ان انا بسأل في ده؟ طب ما هي ما بتردش ومش موجودة والناس عايز تفهم وابتدى يجيلي اشاعات في كل حتة وفي الشغل وطول ما انا ماشي عايزين يعرفوا. الى ان طلعت اشاعة ان هم متجوزين في السر. فبقيت عايز افهم اللي بيحصل. في معلومة مهمة جدا ان ياسمين بعد طلاقها جت بفترة قالت لي انا لو اتجوزت
حد هيزعل منكم؟ قلت لها ياسمين يا حبيبتي اتجوزي وانا هبقى مبسوط وسعيد بيكي واكتر واحد فرحان لك، بس من فضلك اختاري صح. قسما بالله هو ده اللي حصل. وتزامنا مع بداية أزمة انتشار الفيروس أيضا، قرر الفنان أحمد فريد الذي اشتهر بدوره في مسلسل هبة رجل الغراب مشاركة متابعيه بتدوينة عبر فيها عن سقوطه من قلة الفرص في الوضع الحالي، وأكد أنه يبحث عن عمل آخر يساهم في قضاء احتياجاته المادية حتى لو بعيدا عن الفن. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.